تقع باريس شمال البلاد على مقربة من القناة الإنجليزية. تم تأسيس المدينة خلال القرن 19 على يد المعماري الفرنسي هوسمان، لتضم مجموعة من أشهر وأهم وأعرق المعالم التاريخية في العالم، والتي جعلت منها أجمل مدن العالم السياحية. ولعل من أهم ما يميز باريس من معالم برج إيفل، كاتدرائية نوتردام، متحف اللوفر وغيرها الكثير.